السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء الأفاضل، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير إن شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو، كنتمنى بفضل الله أنه ينال إعجابكم. معكم مغربي مقيم في الجزائر. اليوم جيت إن شاء الله في هذا الفيديو هذا باش نوصل واحد الرسالة، واحد الميساج لجميع الناس، لجميع المغاربة. هذه الرسالة هذه مهمة بزاف، باش أي واحد قبل ما يدوي، أي واحد قبل ما يكتب، أي واحد قبل ما يخرج للمواقع التواصل الاجتماعي باش أنه يهضر، كنوجه هذه الرسالة، كنقول لهم قبل أنك ما دير حتى شي حاجة، ما تهضرش حتى تعرف. مهم، أنا غادي نعاود لكم الإخوان. حاليا أنا كنت واجد في الجزائر، في إحدى ولايات في الجزائر، خدام الحمد لله وشكر لله. من نهار انني جيت للجزائر ما لقيت حتى شي صعوبه، ما لقيت حتى شي سبان، ما لقيت حتى شي واحد تعدى عليا، ولا شي واحد بغى يتعدى عليا، ولا شي كلمه من شي واحد، ولا الحقره، ولا بتاتا ابدا، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. الحمد لله تلاقينا مع الناس، خدمنا مع الناس، الحمد لله التعامل زوين، الناس رحبوا بينا ديورهم، عرضونا، كلينا وشربنا والحمد لله ونعسنا. حاليا رانا في واحد الخدمة الإخوان، الحمد لله وشكر لله. الناس باش تعرفوا، الناس طيبين. واحد السيد باش نخدموا ليه واحد الفيلا ولا دار، صافي باش حنا مولفين فاش كنمشيو نخدموا لشي واحد، كنديروا ليه دال دوسول وفايوس وداك الشيء، كنمشيو كنباتوا في الشونتي، يعني في الشونتي في ديك الدار مثلا اللي غنخدموا فيه. فاش جينا هنا، فاش تلاقينا مع السيد، دانا الاوتيل. دابا تقريبا شي 6 ايام دابا حنا في اوتيل، كاري لينا اوتيل، كيجي الصباح كيوصلنا الخدمه، كيرجعنا في العشيه كيوصلنا الاوتيل، كنباتو في اوتيل. كما كتشوفوا هو الاوتيل، التلفازه ديالو، كل شيء، يعني الله يبارك. كيجيب لينا العشاء والفطور والقهوه نتاع العشيه، هادو ما خالصين غير فاش كنمشيو للخدمه، داكشي اللي كناكلو في الخدمه. باش تعرفوا الناس الاخوان، باش تعرفوا الناس، انا حياتي كامله وانا خدام في المغرب ما عمري شفت شي واحد غتمشي تخدم عنده يكري لك اوتيل يوميا والماكله يوميا. هذه راه ما كايناش، هو اصلا ما عندوش فايده. لو كان شي واحد عادي يقول لك انا جبتك باش تخدم، سير تخدم، دبر على راسك، دبر راسك، كول ولا ما تاكل ولا حتى شي حاجه. اما تشوف الناس طيبين اللهم بارك، باش تشوفوا الناس طيبين اللهم بارك. اوتيل كيوصلونا، خصنا الدراهم موجود، الماكله يوميا شنو كيجيب. مهم، شي حاجه اللي اول مره كنشوفها في حياتي، اول مره كنشوفها في حياتي، والله بارك. قبل انكم ما تمشيو المواقع التواصل الاجتماعي تكتبوا، الله يجازيكم بخير، ما تكتبوا حتى شي حاجه من غير انكم ما عرفتوش الحقيقه. اللي ما جاش الجزائر ما يخصوش يدوي، من غير الناس اللي عايشين هنا هما اللي عندهم الحق يدوي، لانه هو عارف شنو كاين. اما انت ما عارفش، ما جيتيش، ما عرفتي حتى شي حاجه، ما خرجتيش بتاتا، كتجي كتهضر، يعني الكلام ديالك ما منو حتى شي منفعه. اذا الاخوان، كنت من انكم تكونوا ان شاء الله في جميع الاحوال ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخيرين. كنرحبوا بالناس الجداد والناس القدماء، كنتمنى بفضل الله تعالى انه هذه القناه هذه قناه مفيده. انا ما كيهمنيش شنو كتقولوا في التعليقات، انا ما كيهمنيش التعليقات اللي خايبين، انا كنشوف الناس زوينين. انا اليوم كنهضر في الناس الجزائر، كنقول لهم اللهم بارك. واليوم وغدا غنمشي للبلاد نتاعي، القريه ديالي ولا المدينه اللي انا ساكن فيها، ما غاديش ندوي بالعيب، لانني شفت الناس تعاملوا معايا مزيان. بتاتا انني نمشي يوم من الايام نمشي للبلاد نتاعي ونبقى نهضر، راه الناس الجزائر خايبين، هادي امبوسيبل. لانني داكشي اللي كنقول لكم هنا في هذا الفيديو هذا، سجلوه ولا كتبوه في الورقه ولا في التليفون ولا في اي حاجه، باش تجي اليوم وغدا فاش نمشيو للبلاد عما قريب، غادي تشوفوا الميساجات اللي غندير من البلاد نتاعي. حنا جينا عند خوتنا، ما كنحسوش بالقنط. الناس
كيرحبوا بينا الناس، ضاحكين معانا الناس، ناشطين معانا الحمد لله، كنخدموا معاهم كيوصلونا. شوف شوف اللهم بارك، شوف شوف الحياة الإخوان، شوف أقسم بالله العظيم إلا بنادم اللي خدامين عنده هو اللي كاري لنا هاد الأوتيل كامل، هاد الشامبران، وحنا مستريحين كنجيو من الخدمة كنمشيو ندوشو الماء سخون التلفازة، الحمد لله الحياة الرفاهية. لاش حنا ما نمشيوش البعيد، نمشيو لأوروبا وفرنسا وبلجيكا وده، حنا هادشي ماشي من جيبنا، ما كنخلصوش من جيبنا، حنا هادشي كلشي خالص من عند مول الدار، سوا كان بنادم لاباس عليه ولا ماشي لاباس. حنا خدمنا في المغرب عند الناس اللي هم لاباس عليهم، اقسم لك يمين بالله، وفي هذا اليوم وباتة في هذه الساعة، حتى خبزة ما يجيبها لك، حتى خبزة ما يجيبها لك. وهاد الناس هادو سوا كانوا ناس أغنياء، الحمد لله كيتعاملوا مع الناس، مع الخدام، بكل فرح وبكل سرور. دابا تقريبا 6 أيام وخدمة، ماشي نهار ولا يومين ولا 3 أيام، الخدمة كبيرة بزاف. وشحال قدك باش تبقى في أوتيل؟ والأوتيل اللي رخيص 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 قاع 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 غيكون 50 درهم، يعني 100 ألف نتاعهم هنا 50 درهم إلا كان رخيص قاع. اللهم بارك، كنت من أنكم تكونوا جميعا بألف خير. أنا وصلت لكم الرسالة يا المغاربة يا الجزائريين، الناس نتاع الجزائر اللهم بارك، الناس كذلك اللي كاينين جزائريين في المغرب حتى هما كيوصلوا الرسائل اللي زوينة. أما الناس اللي داخلين في الفيسبوك وفي الكومنتيرات وفي المنشورات داويين بدون حتى شي نساء، هادوك بلا ما تشوفوا عنهم. وكنتمنى انكم تكونوا جميعا بخير ان شاء الله، ودعمونا الاخوان، دعمونا حنا كنقدموا لكم غير المحتوى الزوين، ما كنقدموا حتى شي حاجه خايبه، ما جيناش باش نديروا الفتنه، حنا ولاد المغرب، حنا ما بين الشعب والشعب الحمد لله فنا. كنتمنى ان الرساله ديالي تكون وصلت لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك الاخوان، وكثروا كثروا اللايك، اللايك اللي كان عجبك فيديو كثر لايك، الا ما عجبكش ما كاين حتى شي مشكل. ومرحبا بالناس اللي كيديروا الكومونتيرات زوينه بزاف، كنشكركم بزاف بزاف، سواء الناس المغاربه الناس الجزائريين، راه هاد الكلمه اللي كتخرج من الفم، هاد الكلمه اللي كتخرج من الفم راها مكتوبه في الصفحات، راها مكتوبه من عند الله، راها مكتوبه كتبها الملائكه باش نجي انا نهضر في شي حاجه ما ماشي هي هذيك، راه كلشي مكتوب الاخوان، باش بنادم خصو يعرف من هنا للفوق اشنا غيدير، ما تبقاش تهضر غير هكاك، لان كل شيء اراه مكتوب عند الله. وكنتمنى ان تكون الرساله ديالي واضحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.